المحافظة العربية حسين قنابر. حسين، هل ما زال هناك أمل بوصول الوفد الحوثي برأيك؟ يعني الاتصالات نيكول حثيثة، تلك التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث في محاولة لضمان وصول الوفد الحوثي إلى هنا إلى جنيف. الأمل بدأ يتضاءل بالنظر إلى أن هذه الاتصالات حتى الآن لم تسفر عن أي نتيجة. يقوم جريفيث بالاتصال بكل من قيادات في الحكومة اليمنية من خلال أعضاء وفدها هنا في جنيف، وأيضا بالتحالف العربي وبسلطنة عمان وبالحوثيين. كل هذه الأطراف يجري التواصل معها لضمان حضور الوفد الحوثي إلى هنا إلى جنيف. ما علمناه من مصادر المبعوث الأممي ووفد الحكومة اليمنية الشرعية بعيدة ظهر اليوم أن هناك صيغة حل تدرس حاليا وتقضي بأن يتم الاستعاضة عن حضور وفد حوثي موسع يأتي من صنعاء بوفد مصغر من أعضاء الوفد الحوثي ممن يتواجدون حاليا خارج اليمن، يعني ممن هم متواجدون حاليا تحديدا في مسقط. وهؤلاء ثلاث شخصيات هي محمد لام رئيس وفد الحوثيين، وابراهيم حجري، وعبد الملك العجري. هذه الشخصيات الثلاث الموجودة حاليا في سلطنة عمان قد تكون الصيغة الوسطية أن يشكل هؤلاء وفدا مصغرا للمجيء من مسقط إلى جنيف كبديل عن الوفد الحوثي الموسع الذي لم تنجح الاتصالات في ضمان مغادرته لمطار صنعاء، والتي تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية في هذا المجال أنه ليس صحيحا ما يشيعه الحوثيون من أن الطائرة في صنعاء منعت من المغادرة، بل أن الحوثيين هم الذين يصرون على استبدال طائرة الأمم المتحدة بطائرة عمانية، وأن هذا ما عرقل الأمور كما يقول أعضاء وفد الحكومة اليمنية الشرعية نيكول. إذن تتحدث عن وفد مصغر، متى يتوقع أن يصل هذا الوفد؟ هل من وقت محدد على أساسه ستبقى أو سيبقى وفد الشرعية في جنيف؟ ومتى سيعود في حال ربما تأخر حتى هذا الوفد المصغر؟ يعني هذه واحدة من الأفكار التي تناقش حاليا، وربما الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلانا من وفد الحكومة اليمنية الشرعية هنا في جنيف عما آلت إليه الاتصالات التي يواصلها المبعوث الأممي مع عدة أطراف. هو التقى اليوم بسفراء الدول 19 الراعي للمبادرة الخليجية، التقى بهؤلاء السفراء في الفندق الذي ينزل فيه أعضاء وفد الحكومة اليمنية قرب مطار جنيف. والاتصالات كما جاء في مكتب في بيان لمكتب المبعوث الأممي تتواصل مع عدة أطراف، مع دبلوماسيين أجانب ومع أعضاء وفد الحكومة اليمنية هنا، وتناقش تحديدا كيفية التوصل على الأقل إلى إجراءات الثقة. وهذه تتضمن كما جاء في بيان مكتب المبعوث الأممي أولا مناقشة إعادة فتح مطار صنعاء ومسائل اقتصادية، وأيضا قضية الأسرى وفتح ممرات آمنة لإيصال مساعدات إنسانية للمحتاجين إليها. نيكول، نعم، هل ممكن أن توضح لنا يعني الحجة المعترف فيها أو اللي يتم التداول فيها في جنيف حول عدم قدوم؟ ذكرت بأنه الطائرة كانت هي السبب وطلبوا طائرة عمانية، أليس كذلك؟ نعم، في الواقع تقول مصادر الحكومة اليمنية وفدها هنا تقول أنه عرض على الحوثيين طائرة يعني تابعة للصليب الأحمر الدولي، طالما أنهم يتحدثون عن ضرورة نقل جرحى إلى مسقط عرض عليهم هذا الموضوع وهم رفضوا كما يقول وفد الحكومة هنا. في كل الأحوال ما دمت تطرحين هذا السؤال، الحوثيون لم ينفوا أبدا رفضهم لفكرة أن يستقلوا طائرة للأمم المتحدة. هم قالوا صراحة في أحد بياناتهم إنهم يريدون طائرة عمانية كي لا يتكرر ما كان حصل في السابق من تأخير لمغادرة طائرتهم مطار صنعاء. وهم يقولون إنه حتى طائرة المبعوث الأممي خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء كانت هناك عوائق حالت دون إقلاع هذه الطائرة. طبعا
ما يتذرع الحوثيون في المقابل وفد الحكومة اليمنية الشرعية يستبعد ينفي هذا الكلام من ويقول أن طائرة للأمم المتحدة كانت تنتظر في جيبوتي وما زالت تنتظر وأن الذرائع التي يسوقها الحوثيون في معرض تبرير عدم مجيئهم إلى جنيف هي ذرائع واهية برأي أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية. في كل الأحوال وفد الحوثيين يصر على أن تسلك الطائرة التي يجب أن تقلهم من صنعاء أن تسلك خط صنعاء مسقط جنيف ذهابا وإيابا وأن تكون طائرة عمانية وليست طائرة تابعة للأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك من جنيف موفد العربية حسين قنيبر. شكرا. وزير الخارجية اليمني خالد